مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. الفقرة الأخيرة من حلقة النهاردة بينورنا ويشرفنا في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير أستاذ محسن لملوم. أستاذ محسن مساء الخير عليك. مساء الخير عليك. أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. دايما مطقمين مع بعض. الصغير طلع من يعني طبعا عندنا أمور وقضايا كتير أو كثير عايزين نتكلم فيها خلال حلقة اليوم. خلينا نبتدي فيما يخص النادي الأهلي واستعداداته للمباراة المقبلة أمام بيراميدز يوم الخميس وبطولة الدوري. شايف المباراة دي ازاي من الناحية الفنية، استعدادات الفريقين لهذه المباراة؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. المباراة دي طبعا على الورق بتعني النادي الاهلي كتير جدا، بتعني طبعا بعد الاهلي او وصول النادي الاهلي للقمة بفرق نقطة عن المنافس او الغريم التقليدي نادي الزمالك. فالمباراة دي الفوز فيها بتقرب النادي الاهلي للبطولة بنسبة مثلا من 60-70%، مش هنقول اكتر من كده. 60-70%؟ لان النسبة دي مش كبيرة؟ النسبة كبيرة طبعا. لان ما هو كبيرة ليه؟ على حجم المنافس. النهارده فريق بيراميدز فريق قوي جدا، شئنا ما بينا فريق اصبح رقم في الدوري المصري. هزم الاهلي في مباراة الدور الاول وكان ساعتها برضو كانت اول مباراة اعتقد للاسارتي. كانت اول مباراة. كان الاهلي بالعناصر الجديدة، الاهلي كان متقدم وهو وبيراميدز هو اللي عمل الريمونتادا على الاهلي. الريمونتادا البسيطه يعني مش الريمونتادا الكبيره. فمن هنا المباراه دي زي ما يعني في مشوار الصراع الاهلي والزمالك على اللقب بيبقى فيه كذا 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 فريق او كذا مواجهه بتحسم المواجهات، زي مواجهات المصري الاسماعيلي بيراميدز. يمكن كلنا شفنا الزمالك تعثر قدام المصري، فالاهلي لسه هيلعب المصري، اللي هيلعب الاسماعيلي، الزمالك هيلعب الاسماعيلي، الاثنين هيلعبوا بيراميدز. فالثلاث مواجهات دي تحديدا اللي هو الثلاث الفرق دي اللي هم المصري الاسماعيلي بيراميدز بتبقى حاسمه الى حد كبير بالاضافه للمفاجات. فانت النهارده داخل على مباراه الجمهور المنافس او المنافس سيبك من الجمهور بيعول عليها كتير ان انت تتعثر فيها زي ما هو تعثر قدام المصري. المنافس اللي هو الزمالك يعني؟ المنافس الغريم التقليدي على بطوله الدوري اللي هو الزمالك. وبيراميدز المنافس بالاضافه. ما انا كنت لسه اقول لك ان المباراه دي فيما لو فاز فيها البيراميدز هيصعد للقمه، وفيما مثلا لو خسر الزمالك مثلا حسابات يعني ما نعرفش بقى اللي ممكن يحصل، هتبص تلاقي ترتيب الجدول تغير، هيبقى بيراميدز على الاول. اي نعم هيبقى ليه مباريات بافضليه لعب مباراتين على اكتر من الاهلي والزمالك، ولكن خلينا في الواقع جدول الدوري هيكون هو الاول، الاهلي الثاني، الزمالك وهكذا. كل لعبه الكراسه الموسيقيه موجوده بتحسمها المباراتين دي تحديدا، الاسماعيلي والزمالك والاهلي وبيراميدز. فالحل الوحيد في وجهه نظري ان انت اخدم نفسك بنفسك، وبالنسبه للنادي الاهلي يعني ان هو يفوز ويريح دماغه من كل الكلام ده. بس شايف ان هي فرصه للنادي الاهلي للخروج من الفتره اللي فاتت اللي تخللها بس اخفاق هو خروج من دوري ابطال افريقيا، هو في الحقيقه اخفاق كبير بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، لكن هو ده الاخفاق الوحيد على مدار مرحله كبيره من المباريات سواء المحليه او الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي. والله خليني اقول لحضرتك ان هو الناس بتقول ان هو دي حاجه مش كويسه لصالح النادي الاهلي، ان هو متعثر وان دي فرصه للمنافس او للمنافس في المباراه يعني اللي هو نادي بيراميدز ان هو يفوز. لكن انا شايف العكس، ان انت فرصتك انت كنادي الاهلي ان انت ترجع على تصالح جمهورك بسرعه. انت كلنا شفنا جمهور النادي الاهلي في مباراه سان داونز هنا في القرار رغم فوزك الضعيف 1-0، وان انت كان لابد ان انت ترد الفضيحه دي حتى لو ما تتاهلش. اكسب 3 اكسب 4 اعمل اللي عليك زي ما بنقول، بس مع ذلك كل الجمهور برضه وقف جنبك. طبقوا المقوله الشهيره على الحلوه والمره معاه. كلنا شفنا منظر رائع للجمهور بعد المباراه لما حيا الجمهور وقال لهم الدوري اهلي. فانت عندك فرصه النهارده ان انت تصالح جمهورك بسرعه، يعني شاءت ظروف ان انت من الحد للخميس تقدر، او عفوا من السبت للخميس في نفس الاسبوع يعني كام يوم، ان انت تقدر تصالح جمهورك وتصالحه بسرعه على حساب بيراميدز، وكمان فريق قوي ان انت الفوز عليه ليه طعم اخر بعيد بقى عن الحسابات اللي احنا مش عايزين نتكلم فيها، لكن اقصد شكل المنافسه فريق قوي. يكفي مباراه الاتحاد اللي كان كسب فيها يعني كان خسران مره واثنين وبعد كده مره واثنين وبعدين فاز وب 10 لعيبه. لا فريق قوي جدا يحترم فنيا على ارض الملعب. فدي فرصه لعيبه الاهلي او ان هم يصالحوا جمهورهم بسرعه. بان انت تصالح جمهورك بان انت بتعمل يعني الفوز على فوز الاهلي على بيراميدز بيعني النادي الاهلي بتضرب عده عصافير بحجر واحد. يعني انت اولا انت بترد الهزيمه من بيراميدز، لان لو فاز عليك تاني مش حلوه في حقك انت. النادي الاهلي نادي كبير رقم واحد، رقم اثنين بتقضي على احلام المنافس، بتصدر له احباط ان انت تخطيت عقبه كبيره زي العقبه هي الاكبر. مع احترامي طبعا المصري والاسماعيلي، لكن العقبه الاكبر هي عقبه بيراميدز، وبتصالح جمهورك بسرعه. فالامور دي بتدي دفعه كبيره للنادي الاهلي ان هو مجرد الفوز على بيراميدز بيحالك امور كتيره، وبعدين الاستقرار. لان انت فيما لو النادي الاهلي تعثر في المباراه دي
يعني كلنا عارفين الجلسه التاريخيه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لما قعد معاهم قال لهم انا كنت ممكن اقدر اسرحكم بعد الهزيمه التاريخيه او الفضيحه اللي انتم عملتوها، لكن انا عندي ثقه فيكم. بلاش يعني مش فضيحه، احنا نقول هزيمه تاريخيه، اصل الفضيحه ممكن يعني حاجه تتعلق بامور اخرى بعيده عن كره القدم، لكن النادي الاهلي يتغلب خمسه تبقى فضيحه. اوكي بس حاجه كارثيه، انا عايز اقولها كارثيه، بلاش كلمه فضيحه دي مش عاجباني بصراحه. لا وجهه نظري ان لما النادي الاهلي يتغلب خمسه تبقى فضيحه. يعني اكبر في تاريخهم ما حصلتش في بطولات افريقيا. وكارثيه دي برده لفظ قوي جدا. معلش ما هو النادي الاهلي يتغلب خمسه، ده الفريق ده انت عارف صن داونز انت تاريخك كله معاه ست ماتشات، انت كسبان ثلاثه هو كسبانك ماتش. بالظبط. انت كسبان، ما هو ده اللي كان يزعل طبعا. 2-0 1-0 ومتعادل معاه هناك على ارضه 1-1 ومتعادل معاه على ارضه، انت كنت متقدم على ارضه في بريتوريا 2-0 وهم اللي تعادلوا معاك في 2007، يعني انت كعبك على ان هو فوز واحد اسمح لي يعني بالثلاث انتصارات بتوعك انت كذا، هو فوز هو انتصار للتاريخ، كان انهيار للنادي الاهلي، قول بقى انهيار، قول كارثه، قول فضيحه، ايا كان، لكن بكل كان انهيار بكل تاكيد، كانت مباراه كارثيه، مباراه من طرف واحد، احنا خلينا نكون واقعيين واحنا في قناه النادي الاهلي نقول ان النادي الاهلي اتغلب خمسه ونجا من ثلاث اهداف على الاقل. طبعا يعني مع محمد الشناوي، يعني لما نقول محمد الشناوي كان هو المتالق او النجم الاهلي، ده معنى ده شايل كتير، ده انت مغلوب خمسه وكورتين في العارضه ولا كوره، لا يعني طبعا النتائج الكبيره دي بتبقى الفريق مش في يومه. لا الواحد كان قاعد بتابع المباراه مش مصدق اللي بيحصل عامه يعني. بالظبط، عشان كده احنا قلنا واحنا قاعدين بنتابع المباراه لحد ثلاثه مقبول، اربعه لما كان الاهلي مغلوب اربعه بتقول ممكن انت لو جبت جول خلاص 3-0 في القاهره الامور او في مصر يعني تسهل عليك الدنيا، لكن لما يخش بقى فيك خمسه ولسه باقي وقت كمان، لا دي في وجهه نظر طبعا لما تتعلق بالنادي الاهلي نادي كبير اكيد تبقى فضيحه طبعا. طيب نكمل موضوعنا بقى اللي هو بتحديد مباراه بيراميدز. بيراميدز طبعا زي ما قلت لحضرتك هي مباراه مش هقول عنق زجاجه لان مش حاسمه في الدوري، ولكن مباراه بتعني 60% على الاقل، مش اقل من 60% في صراع الاهلي والزمالك على حصد اللقب، او بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا 60%، زي ما قلت لك ان هو بيصدر كمان المنافس، بيعول على المباراه دي حتى ولو بتعادل عشان يرجع هو تاني الاول اللي هو الزمالك يعني، وطبعا المنافس نفسه ليه اللي هو الخصم في المباراه اللي هو النادي بيراميدز له هدف طبعا ان هو لو فاز زي ما قلت لك ان هو هيصعد اول طبعاً. فيما لو تعثر الزمالك يعني، وحتى لو ما تعثرش هو عنده هدف نفسياً تاني نفسيا حتى هتفرق، حتى نفسيا حتى لو الاهلي خد الدوري او حتى الزمالك خد الدوري، هو بالنسبه لبيراميدز عايز يجمع نقاط عشان يشارك السنه الجايه في دوري ابطال افريقيا، لان بقى النهارده بقى الصراع الثلاثه دول ما بقاش صراع مين ياخد الدوري، يمكن مين ياخد الدوري ده اهلي وزمالك، لكن مين ياخد الثاني بعد ما ياخد الاهلي يهم الزمالك انه ياخد عشان يشارك في دور الابطال. بالزبط. ولو خد الزمالك الدوري يهم الاهلي انه يشارك في دور الابطال. شئنا ما بين بطوله الكونفدراليه لا تقارن ببطوله دور الابطال ايا كان المشاركين فيها. أكيد. ويكفي ان احنا لما يعني هاخد لك بس مثال مش هنطول فيه، اوروبا اوروبا النهارده اللي بيشارك في دور ابطال اوروبا يعني بياخدوا مثلا اربع انديه من الدوريات الكبرى، مثلا انجلترا وبياخد معاهم لو الفائز من انجلترا ياخد الخامس، وبطل اللي هو الدوري الاوروبي بيشارك، شوف يعني بطل الدوري الاوروبي كله يدي له مكافاه انه يشارك في دور الابطال. فشوف العمليه بتوصل لايه، فاحنا واخدينها من اوروبا. يهم طبعا نادي بيراميدز على الاقل مش هيكون مطالب انه يفوز بالدوري، لكن على الاقل ياخد المركز الثاني، ياخد لقب الوصيف عشان دوري ابطال اوروبا، مش عشان حاجه، هو لو خد الثالث الناس هتشيد بيه، ولو خد الرابع الناس هتشيد بيه، وده انجاز يحسب ليه في اول موسم طبعاً. في التعديلات دي بالنسبه لبيراميدز بالنسبه لبيراميدز طبعا مش عايز اكلمه، ولكن ان هو ياخد المركز الثاني من احد القطبين يعني ياتي خلف الاهلي او خلف الزمالك، ده بيديله فرصه ان هو يشارك في دور الابطال اللي هو البطوله الاكبر للانديه في القاره الافريقيه. فعشان كده فوز النادي الاهلي في المباراه دي حتمي وضروري، ضرب عده عصافير بحجر واحد، يريح نفسه من حسابات اخرى، بالاضافه يعني غير كل ده مشاكلك انت بقى، مشاكلك خلاص، الناس كان في ناس بتنادي باقاله لاسارتي، في ناس بتتكلم ان الاهلي بيجهز بديل بيشوف مش عارف عماد النحاس، ما اعرفش بيشوف مين في مدرب اللي هو بتاع وادي دجله، يعني بيشوف ناس كبيره يعني، او قصدي ناس بديله، لكن هو لما انت ارحم نفسك من ده كله، لان انت الموقف في النادي الاهلي لا يحتمل اي عصره، لان النهارده حتى لو تعادلت انت النهارده في صراع نقطه، انت ماشي ما بينك وبين الزمالك نقطه يعني، انت صح. ماشي كده، فمش محتمله الفوز اشبه بالهزيمه، التعادل اشبه بالهزيمه، انت بتخسر نقطتين ولا بتخسر ثلاثه، فمش محتمله يعني، انت النهارده النادي الاهلي قادر ان هو زي ما قلت لك الفوز على النادي بيراميدز يضرب له عده عصافير بحجر واحد، يصالح جمهوره، يدعم استقراره طبعا قدام جمهوره، يقتل طموح المنافس او الغريم التقليدي اللي هو نادي الزمالك اللي بيعول على مباراه زي دي، وبيقتل برضه المنافس الخصم اللي هو بيراميدز بترد هزيمه الدور الاول منه 2-1. فالفوز طبعا امر ضروري وحتمي للنادي الاهلي على بيراميدز، لكن المنافسه هتفضل موجوده حتى لو الاهلي ان شاء الله فاز في هذه المباراه، لسه في مباريات قويه جدا للثلاث فرق سواء اهلي او زمالك او بيراميدز عشان يكسب النادي الاهلي.
المطلوب من الجهاز الفني واللاعبين من وجهه نظرك؟ والله اولا الامور النفسيه، واعتقد ان هي تحسنت شويه في الفتره. الامور المعنويه يعني هي تحسنت بدءا من اطلاق صافره النهايه في مباراه سان داونز، بالمشهد اللي شفناه كلنا، حسام عاشور لما لم اللعيبه في وسط الملعب والجمهور لما نادى عليهم طبعا مشهد يحسب عليهم. كان في بعض جماهير النادي الاهلي بتنتقد ده، بتقول ما وصلش بينا الحال ان احنا نشجع لاعبتنا وهم خسرانين 5. موضوع ثقافه، انت لازم ان انت تساند فريقك، واحنا زي ما احنا عارفين جمهور النادي الاهلي دايما في السراء والضراء. لازم يساند ويدعم. بالظبط، لازم يساند ويدعم في حاجه ما فيهاش اي حاجه. وبالمناسبه طبعا هي ان كانت كبيره او جديده على النادي الاهلي، فاحنا بنتفرج على اوروبا، شوف الناس بتعمل ايه. الناس بتتغلب على ارضها، يعني بايرن ميونخ العملاق البافاري في المانيا اتغلب على ارضه 3-1 من ليفربول، وهو كان متعادل في الانفيلد 0-0، ومع ذلك الناس كلها طالعه بتحييه، واللعيبه طالعه تقول لعبوا مباراه جيده، ما فيش اي مشاكل، حتى الموقع الرسمي بيدعمهم. الموقع الرسمي اقصد لبايرن ميونخ طالع بيدعم، فاحنا مش هنخترع كوره، يعني كون ان فريق يتغلب على ارضه دي مش شعار ولا في اي حاجه، خصوصا ان انت مقبل على مرحله حاسمه في بطوله الدوري، فمطلوب جدا المسانده، فهي كانت لقطه رائعه من جمهور النادي الاهلي. بالعكس، العكس هو اللي ما كانش هيبقى حلو، فيما لو كان مثلا الناس كانت متخوفه من زياده العدد، ومع احتماليه خروج الاهلي اللي كانت بنسبه 90% او اكتر، ان انت ممكن الجمهور ده ينقلب فيعمل شغب فيسب بعض الاشخاص فتعمل مشكله تاني. لا بالعكس، ده الجمهور طلع اكبر من ده كله. اولا ان هو راح المنظر واعي، ان هو راح بات قدام مكان التذاكر بالليل في الجو المتقلب ده، او الجو البارد لسه الصيف ما دخلش بقوه. المنظر ده ادى رساله، زائد احنا كمان عندنا كاس امم الافريقيه بقى بشكل عام، سيبك من النادي الاهلي بالظبط، علشان على مستوى المنتخب عندنا بطوله، وبطوله لازم تنجح جماهيريا، فهذا الجمهور اهو حضر اكثر من 30,000 اللي كان مصرح بيهم، والجمهور كان على درجه كبيره جدا من الوعي وحي اللعيبه رغم الهزيمه. ده بيدي رساله ان احنا خلاص، الناس النهارده في الفتره الاخيره ما بقتش اهلي وزمالك. الكلام ده كان موجود في الثمانينات والتسعينات، من رغم مساوئ السوشيال ميديا ولكن في ايجابيات اللي هي متابعتنا للدوريات الاوروبيه طبعا. انت مش احسن من ريال مدريد وبرشلونه ومانشستر وتشيلسي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، بس لما نتغلب 5 من فريق ليل بالظبط امبارح ولا اول امبارح اتغلب 5-1 من ليل، يعني نتيجه كبيره، نتيجه كبيره جدا، فيها ناس كتير جدا يعني بالظبط. ده انت بتتكلم في يعني ده ميزانيه دوله لوحده، بابي لوحده وفرقه ونيمار وكافاني ايا كان الفريق ككل يعني. فانت بتتكلم النهارده، فالناس اتنقلت لها بقى الثقافه، برشلونه بتغلب، ريال مدريد بتغلب، وبتغلب على ارضهم 4-6، مفيش اي مشاكل خالص. النتائج الكبيره دي خلاص انت بتقفل. كان دايما مانويل جوزيه، يعني كنا نحضر مؤتمرات صحفيه، كان يبقى الاهلي واخد بطوله افريقيا، وفي المؤتمر الصحفي يقول لك الاحتفالات خلاص بكره وبعد بكره عندنا، وما هنخش نتدرب عشان في مش عارف كاس مصر. احنا كانت دي كانت عندنا بقى، كانت لما تكسب بطوله تقعد تحتفل سنه، تخسر بطوله تقعد تحزن سنه. الثقافه دي انا شفتها بصراحه من مانويل جوزيه، احد اهم مميزاته ان هو كان خلاص يقول لك البطوله الكاس دخل الدولاب، واحنا عندنا لسه بطوله كاس مصر، مع رغم مثلا ايه بطوله كاس مصر ما تجيش حاجه خالص جنب دوري ابطال افريقيا، ومع ذلك كان يقول لك خلاص اغلقنا ده وهنخش في بطوله ثانيه، لانه كان عشان كده حقق بطولات كتيره في فتره قيادته النادي الاهلي. هو ده اللي المفروض يحصل، احنا مش هنقعد طول الوقت نقعد نتكلم في الخمسه انت غلبت 5، او حتى ان انت لو كسبت مثلا 6 مش هتقدر تتكلم، ده كلام جمهور يعني. بخلاف ان انت زعلان طبعا عشان خسرت 5 وخرجت من البطوله، الزعل الاكبر انك خرجت من البطوله، ده لان الاهلي كان حاطط او الجماهير كانت حاطه امال كبير جدا، امال كبيره جدا على فوز ببطوله دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. صحيح، بعد تحديدا ان انت في اخر سنتين وصل للنهائي وبتخسر في اللقطه الاخيره، ايا كانت بقى الاسباب، هنقول حكم، هنقول الكاف، مش مشكله، بس المهم ان انت في النهايه ما خدتش الكاس، هنا الوداد وهنا الترجي، فانت كان عندك امل بقى الثالثه ثابته زي ما بيقولوا، فانت بتخرج من ربع النهائي وبتخرج، يعني الناس اصلا ما كانتش هتتقبل، فيما لو اتغلبت هناك 2-0 مثلا او 1-0 وجيت هناك كسبت 2-1 وخرجت، ما كانتش هتتقبل ده برده، فما بالك بان انت كان ممكن على فكره ما يبقاش في مؤازره اللي كانت في الملعب من الجمهور. لو النتيجه كانت كده، يعني مثلا انت خسرت هناك زي ما انت بتقول 1-0 وكسبت او كسبت 2-1 وهم اللي صعدوا، لا كان ممكن جمهور الاهلي ما يحييش اللاعبين او بتاع، كان ممكن يبقى في ضغط اكبر، يبقى في زعل الكلام من بالزبط. لكن جمهور النادي الاهلي حي اللاعبين عشان عارف حساسيه المرحله بالزبط. وعارف ان لازم يساند الفريق مش وقت صح. وكان برضو مجلس الاداره قبل الجمهور عند النقطه دي، لان اي حد اي نادي تاني كان ماشي الجهاز الفني وكان صرح بعد اللعيبه كان هد المعبد، خلينا نتكلم بامانه، لكن هو الكابتن محمود الخطيب قال لهم انا كنت اقدر اصرح او كنت اقدر، لكن انا واثق فيكم لان لسه الموسم ما انتهاش، انت عندك بطوله الدوري وعندك بطوله الكاس، لكن على الاقل خلينا في الدوري، هي اللي شغاله لسه بطوله الكاس مش عارف في علم الغيب يعني، خلينا في بطوله الدوري، فبطوله الدوري هي ان انت النهارده
هي النادي الاهلي كمان قرب بعد ما كان مع طبعا مع الوضع في الحسبان ان هو كان عنده مباراه مؤجله، كان الاخير ثم الثامن ثم مش عارف العاشر، انا لا قرب ثم السادس، الحاجات حتى اللي كان من، انا اسف جدا في اللفظ، من الغباء ان انت تتريق عليها تقول مثلا ايه الاهلي الهبوط يا جماعه، طب ما هو في لسه ست ماتشات، يعني كلام مرفوض، وصلوا لتسعه في فتره من فترات تقريبا. بس لا يلام هنا لان ده كلام جمهور في الاول وفي الاخر كلام جمهور، الذي يلام في وجهه نظره المسؤول، لما المسؤول يعمل كده لا امال احنا نسيب ايه للجمهور، لكن الجمهور يعمل اللي عاوزه، ده جمهور دي فرحته، اهلاوي فرحان في الزمالك، زملكاوي فرحان في الاهلي، ده براحته، لكن الاهلي خد التدرج الطبيعي وصل للقمه بعد ما كان الثاني خلاص قدر يبقى الاول كمان بفرق نقطه، فادي التدرج الطبيعي للفريق. فكان ان مجلس الاداره فيما لو خد قرار غير ان هو يفضل زي ما هو كان طبعا هيهد المعبد، فحسنا فعل مجلس الاداره وحسنا فعلت جماهير النادي الاهلي بمساندة الفريق. طيب ده هيخليني اسالك سؤال مهم جدا وهو بيتعلق بفريق النادي الاهلي، وزي ما انت قلت من خلال حديثك ان الفريق في مرحله من المراحل كان اخر الجدول وبعد كده بقى الثامن وبعد كده مش عارف ايه الكلام من ده، بالتالي كان في تصريحات لبعض المسؤولين ان النادي الاهلي بعيد عن المنافسه ومنافسه ما بين الزمالك وبيراميدز، كيف ترى سرعه عوده النادي الاهلي للمنافسه على بطوله الدوري بمجرد ما تساوى مع نادي الزمالك في المباريات اصبح متصدر بطوله الدوري، حتى لو الزمالك وهم متساويين في مباراه الزمالك قعد اسبوع او اسبوعين هو الاول صحيح، لكن الاهلي عاد لصداره بطوله الدوري بشكل سريع غير متوقع للبعض. لا هو انا في وجهه نظري انه شكل طبيعي عادي جدا، ده طبيعي طبعا، لكن في البعض قالوا تصريحات مستفزه. لا ده ما انا قلت، لا ده بقى اللي انا بلوم عليه ايه، بلوم المسؤول اللي يدي تصريح. احنا بنتكلم على مسؤولين، انا بتكلم دلوقتي على مسؤولين. مسؤولين طب على ذكر المسؤولين، احنا عندنا صوره امبارح انتشرت على السوشيال ميديا، ما اعرفش لو حابين تعرضوها، صوره بعض لاعيبه نادي الزمالك القدامى عاملين الخمسه دي، حتى الكابتن خالد غندور على صفحته او كان يتكلم فيها، قال لك دي مقصود بيها ان هم كانوا بيلعبوا مع بعض كجمهور كلهم طلعوا برروا في الحقيقه الصوره، قالوا ان احنا كنا بنلعب مع بعض وكان فرق الماتش خمسه فعملوا كده، لكن لا مع احترامي طبعا لكلام الكابتن خالد واحترامي كل الموجودين ككباتن كبار في نادي الزمالك سابقين، لكن توقيتها مش كويس، وهتتفهم ايه يعني، لازم هتتفهم كده، هتتفهم كده بدليل ان في الصوره نفسها في الكابتن عبد الستار صبري وهو مش احد لاعبي نادي الزمالك، ما رفعش ايده. طب ما هو ده لو رفع ايده يبقى فعلا رحرج، لكن هي طبعا يعني عارف تبقى حاجه مقصود بيها حاجه، انا كسبتك خمسه فرحت عامل كده فمقصود طبعا، وفي التوقيت مش حلو ما كانش يليق بصراحه من مسؤولين طبعا، دول مسؤولين يعني. لو جمهور براحته خالص مفيش اي مشاكل، الجمهور عادي، الجمهور يرفع الاهلاوي الزملكاوي زملكاوي طبيعي، مش على حاجه، بالعكس ده انا حتى يعني انا بنتقد الاعلام لما يبرز كلام الجمهور، يعني مثلا ايه مش عارف كافيتيريا طالحه في الاسماعيليه تتمنى الفوز مش عارف صن داونز، انا بنتقد بعض المواقع اللي تنقل ده، ما تنقلش ده جمهور براحته يقول ودي فرحته يفرح براحته، لكن انت تنتقد المسؤول. لما حضرتك بتسالني على تصريحات يمكن الكابتن امير مرتضى منصور مش متذكر هو اللي قال هو اللي قال التصريح اللي هو بتاع منافس الزمالك هو بيراميدز، خلاص هو شايف ان ده يمكن تقليل من النادي الاهلي او ضغط على النادي الاهلي ان انت بره، كان الاهلي بعيد ساعتها، هو طبعا هو حر في تصريحاته يمكن حتى، بس هي للاسف التصريحات دي في الاخر اتردت عليه، يمكن حتى الجمهور بدا يقول له هو فعلا قصده كده بس قصدهم على المركز الثاني، يعني من السوشيال ميديا او الكوميكسات اللي بتتعمل دي او التحفيل زي ما لغه التحفيل اللي موجوده دلوقتي، لكن في الاول والاخر ده ملوش اي علاقه، انا يبقى كل واحد يصرح براحته، المهم الواقع ايه دلوقتي، يبقى الاهلي والزمالك هم المنافسين على طول على بطوله الدوري، هم بطوله مباراتهم مع بعض بطوله خاصه طبعا، يجي بقى بيراميدز يجي 10 زي بيراميدز مع كامل احترامي، لا يمكن حتى عندي واقعه شهيره، مباراه بيراميدز والاسماعيلي في الاسماعيليه في الدور الاول والتي فاز فيها الاسماعيلي 2-0، كل الجمهور كان بيأزر الاسماعيلي حتى جمهور الاهلي، مش عنوه في بيراميدز، لا عايز يقول ان التاريخ هو التاريخ قال كلمته، يعني انت فريق المال بقى زي احنا عارفين جه ازاي، لكن برضو يبقى الانديه الجماهيريه لها طعم خاص، تحديدا في الدوري عندنا اهلي وزمالك ومصري واسماعيلي واتحاد، هي دي الانديه الجماهيريه اللي انت عشان كده الناس بتفرح فيها، كان في حاله فرح ليه لما صعد مثلا اسوان وطنطا، دي فرق جماهيريه بالظبط، يعني اللي ده الجمهور هو اللي بيحركه، يعني هو ده يعني النهارده على كامل احترامي طبعا لانديه المؤسسات وانديه الشركات، النهارده بتشوف بيبقى في مباراه قمه على ارض الملعب ما بين مثلا انبي وبتروجيت، بس مع احترامي ما فيش يعني عاملين زي الايه الممثلين
عمالقه بيمثلوا على المسرح ومفيش جمهور بيتفرج عليهم. صح. عادل امام بقى وسمير غانم ومفيش حد بيتفرج. لا التانيين بقى كومبارس ممثلين على قدهم بس الجمهور ملم. دي حلاوه الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري. تروح تلاقي جمهور كبير جدا بيدعمه ولولا الجمهور ده الماتش ما يبقاش ليه طعم يعني. اتفرج حتى على ماتشات الاهلي والاسماعيلي في الاسماعيليه ايام ما كانت بتقام رغم ان الحساسيه الشديده كانت جميله جدا ويفوز الاسماعيلي ويفوز الاهلي وحتى في هنا في القاهره الاسماعيلي فاز 3 والاهلي في الاسماعيليه فاز 6 وفاز 4 وفاز 6 يعني ايا كان بيبقى فيها رواج يعني. بيبقى الماتشات دي بيبقى لها طعم طعم جماهيري ما اسعدكش بيه في جمهور اخر اللي هو جمهور الاسماعيلي او تسعد انت وبرده مع المواجهات المصري للزمالك برده مع الاسماعيلي مع الاتحاد هي دي الانديه الجماهيريه عشان كده تبقى برضو في النهايه مباريات الاهلي والزمالك هي اللي لها طعم خاص طبعًا. مع احترامي طبعا لتجربه بيراميدز اللي اثرت الدوري المصري ولكن اكيد اثرت الدوري المصري فنيا دي حقيقه احنا بنتكلم فنيا عاملين فريق رائع فنياً بس. فريق رائع فريق ماليش دعوه طبعا من الحاجات اللي بتحصل بره دي ماليش علاقه بيها الحاجات دي احنا بنتكلم فنيا فنيا عملوا موسم كويس فريق رائع وفريق ممتاز ولو كتب لي او قدر لي انه يشارك في دوري ابطال افريقيا اللعيبه اللي عنده دي بخبراتهم بالمدرب اللي عندهم بالقدرات الماديه يقدروا يعملوا حاجه ويقدروا برضو يكونوا مشرفين للكره المصريه في دور الابطال فيما لو وفقوا في ذلك ان شاء الله. ان شاء الله، بالتالي عايز اسالك عشان احنا بنقفل ملف مباراه الاهلي وبيراميدز توقعاتك للمباراه ايه؟ لا اعتقد الفوز هيكون حليف النادي الاهلي، اعتقد اتوقع ذلك لان طبعا الامور كلها عند النادي الاهلي لا تحتمل اخفاق، حتى لو كان الاخفاق بالتعادل، يعني لا تحتمل يعني حتى لو كان الاهلي متاخر وتعادل مثلا في الوقت الضايع ده مش هيسعد جمهور الاهلي يمكن وده مش هدف الجمهور الاهلي مش طبعا هدف يعني مش هدف الجمهور الاهلي ولا هدف جمهور الاهلي فانا بتوقع انت تكسب على طول ده الهدف بيبقى في اوقات كده ان انت لازم تخلص بقى فهو النهارده بالنسبه لجمهور النادي الاهلي او للنادي الاهلي ان هو الحاجه المهمه ليه ان هو يفوز على بيراميدز زي ما قلت لك في الاول ان هو الفوز بيضرب لي عده عصافير بحجر واحد واعتقد هيكون الفوز حليف النادي الاهلي توقع يعني طبعا وهي اكيد مش المباراه الاخيره الحاسمه والمهمه في بطوله الدوري خصوصا في نادي المصري ماشي بشكل كويس جدا مع كابتن ايهاب جلال صحيح كمان الاسماعيلي ماشي بشكل رائع هذا الموسم وعاد سريعا بشكل كويس فبالتالي لسه الموسم يعني مكمل معانا ناقص كام ماتش 8 9 ماتشات صح تقريبا 9 ماتشات طبعا الاهلي والزمالك لهم الاهلي والزمالك ماتش فلسه بطولات او مباريات هتكون مثيره باذن الله خلينا نروح لملف اخر يخص المنتخب الوطني الاول وخلينا نبتدي بالقرعه بتاعت يوم الجمعه اللي فات وكان منظر يمكن اكثر من رائع والناس كتير او العالم كله اشاد بيه في البدايه رايك في القرعه والاجواء الخاصه بهذه القرعه والله انا رايي في القرعه بمنتهى الامانه ان هم عملوا الفسيخ شربات القرعه كانت بالنسبه لنا في اي مكان في العالم حتى قرعه دوري ابطال اوروبا لما نقعد بيقول لك مثلا بكره قرعه دوري الابطال ممكن ما تتفرجش انت تعرف بس تعرف كده يقول لك ايه الريال وقع مع اليوفنتوس برشلونه جه مع مانشستر يهمنا احنا كمصريين ليفربول وقع مع تورينو مع بورتو طب كويس الحمد لله ما بتتفرجش اصلا تتفرج على ايه مجرد لاعب بيقعد يسحب قرعه لكن مصر عملت من الفسيخ شربات ودي حاجه تحسب ليها تحسب ليهم جدا لان انت كمان عملت حاجه مهمه جدا خليت خلفيه القرعه الاهرامات احدى عجائب الدنيا السبع القديمه وبعدين حاجه الناس كلها لما بيجي اي حد بيجي مصر يهمه ايه الأهرامات. يشوف الاهرامات يتصور مع الاهرامات بدليل ان البطوله كانت في وقت متاخر كانت بالليل يعني الساعه 8 ومع القرعه قصدي كانت الساعه 8 ومع ذلك مثلا في لعيبه راحت في النهار اتصورت زي يا توريه وحط الصوره دي على صفحاته على السوشيال ميديا الانستجرام والفيسبوك وتويتر فعملت رواج يمكن انا هدي لك مثال بقى واحد من احنا محمد صلاح لما كان في احدى زياراته لمصر وراح عند الاهرامات وخد صوره وحطها العالم كله شوف كام مليون بيتابعوا فعملت رواج فده شيء جيد جدا ان انت عملت ايه الخلفيه بتاعتها عملت الخلفيه القرعه زائد الاحداث نفسها كانت جميله ان انت سونج بيجي من مدينه نصر او من المطار لحد القرعه في عربيه مكشوفه عملت شيء من الرواج يعني طبعا. وبعدين جمعت بقى نجوم القاره عندك منظر رائع بصراحه بصراحه لا مش عايز الكلام طبعا المنظر ده اللي كان الابهار يعني في العنوان بتاعه بالنسبه لنا الابهار هم ابهروا ومصر محتاجه الحاجات دي دلوقتي بالظبط انت وبعدين انت دوله اصلا سياحيه دوله تاريخيه بالزبط. ان 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 ما ان ما اتبهتش بالتاريخ بتاعك اتباه بايه يعني ما هو التاريخ بتاعي هو اللي مميزنا على مستوى العالم دوله تاريخيه من اقدم الدول يعني على مستوى العالم هتلاقي كام دوله اللي عندهم تاريخ مصر اليونان ايطاليا حاجات كده حضارات يعني فانت النهارده دي حضرتك فانت لازم تستغلها دي كان ممكن تعمل قرعه في اي فندق في اي مكان مغلق ويجي اي حد وفلان مع فلان والفريق ده مع فلان لكن انت عملت منها بالظبط عملت مني الفسيخ شربات عملت حاله خلانا احنا قاعدين مبهورين طول الوقت مبهورين سيبك من العروض بقى الاغاني والكلام ده كله مش مشكله بس النجوم التي اصطفت على الستيج بتاع القاعه نجوم القاره
وعندك كل المدربين موجودين، حتى الشكل كان رائع، كل المدربين مدير فني ومع بتاع المنتخبات، مدير فني ومع مثلا قائد الفريق او مع مساعد او مع اثنين كمان قاعدين بشكل حلو، ومع الناس بتعرف القرعه مع مين مع مين. لا لا كانت جميله جدا جدا جدا، حق الله يتقال يعني هم عملوا حاجه كويسه. وازيدك من شعر بيت ان هم في الحفل الافتتاح بتاعي يكون في حاجات اروع من دي كمان. تمام. انا يعني عندي شويه حاجات بس مش هينفع نقولها دلوقتي. في نجوم عالم مدعوه للحفل الافتتاح ده، فهيبقى هتدي كمان اضافه للبطوله دي. كويس. فان شاء الله تبقى بطوله ناجحه، ده الطبيعي بتاعنا يا رب. والاهم ان المنتخب يفوز بالبطوله دي، بالتالي نتائج القرعه بقى. نتائج القرعه انا شايف طبعا الدور الاول لا يعبر خالص، حتى مجموعه الموت اللي هي جنوب افريقيا والمغرب وكوت ديفوار. وكوت ديفوار ما هو في النهايه صعدوا الثلاثه يعني، مش قضيه يعني. الدور الاول تمهيدي كده يعني، الناس اللي جايه جديد حتى بتعرف نفسها، مدغشقر، موريتانيا، بوروندي يعني حتى كده في اللذيذ. وبرده كل فريق يعني، انا عجبني حتى في المنتخب المصري ان هو بدا يجمع للمنتخبات اللي معاه يعني، يشارك فيديو، يعرف كونغو الديمقراطيه، ده دورهم في الحقيقه، ده دور العادي. لكن مثلا مش هتدور بعد كده لان خلاص هيكون الناس لعبت ثلاث ماتشات يعني. انت هتقابل فريق لعب ثلاث ماتشات ايا كان الفريق اللي هتقابله، ولكن كنت طبعا افضل المنتخب دايما يحرص من الاول يعني، اذا حسن البدء حسن الختام. انت لازم تفوز من الاول عشان تبقى في استاد القاهره. استاد القاهره ليه رونق. استاد القاهره ما ننساش ان هو اتقفل طبعا الفتره الاخيره ما تلعبش عليه، لكن هو استاد الرعب فعلا. في افريقيا استاد الرعب ما كانش حد بيفوز عليه في التسعينات، ده كان استاد الرعب. يمكن انا فاكر كان الجزائر بتلعب المغرب من كام سنه كده في المغرب في استاد مراكش، واتغلب 4-0. فالمدرب كان عبد الحق بن شيخه دخل بين الشوطين قال لهم انتوا خايفين ليه؟ انتوا ما بتلعبوش في استاد القاهره. يعني الجمله دي انا قالها لي حد من الجزائر. شوف وصلت ليه، بيضرب مثال باستاد القاهره، ما قالش ما بتلعبوش في مصر، ما قالش برج العرب، ما قالش اسكندريه، قال ما بتلعبوش يا جماعه في استاد القاهره. فهو استاد الرعب يعني، عشان كده يجب نستغل ده. لازم تطلع الاول عشان تكمل عليه، تكمل عليه للنهايه، لان انت لو صعدت تاني ولا تالت تروح بقى اسماعيليه واسمع احترام طبعا كله تجد، لكن مش هكون بشكل او بنفس القيمه في استاد القاهره. سريعا قبل ما نروح لفاصل، عايز اقفل ملف المنتخب. متوقع ان المنتخب ان شاء الله ممكن يفوز بالبطوله دي، خصوصا بعد الضغوط الكبيره من الشعب المصري عشان البطوله على ارضك، فمتوقع ان المنتخب يقدر. والله هو اللي حصل في 2006 كانت الناس خايفه ان المنتخب ما كانش مرشح، لكن مع الوقت المنتخب زاد. ممكن ده يحصل مع يعني دلوقتي مش مرشح. انا في وجهه نظري برشح مثلا السنغال والمغرب. السنغال والمغرب بصراحه، ثم تونس، ثم تونس ومصر يعني. بس السنغال طبعا فريق قوي رقم واحد حتى في افريقيا، والمغرب فريق رائع جدا. ولكن مع المباريات بيزيد، انت بتاخد سبورت. نفس اللي حصل في 2006 لما طلعت من الدور الاول واحدة واحدة. تاهلت يعني خلاص بقى مع الجمهور بيديلك سبورت، كل ما تقرب للبطوله اكتر خبراتك بتفيدك اكتر. طيب خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نواصل هذا الحوار الشيق والممتع في الحقيقه مع استاذ محسن لملوم ضيفنا الكبير النهارده، بعد الفاصل. اهلا بكم مره ثانيه، ولسه مكملين فقره الاهلي او عفوا كلام في الميديا النهارده من خلال الضيف العزيز اللي موجود معنا وهو استاذ محسن لملوم. وكنا بنتكلم عن بطوله الامم الافريقيه والقرعه وكلام من ده، لكن قبل ما نقفل الملف ده عايزين نتكلم على تونس واعتراضها والجزائر والاقاويل اللي طلعت خلال الساعات الماضيه. والله انا عارف ان انت متواصل بشكل كبير جدا مع شمال افريقيا كله يعني، فايه الكلام يعني؟ والله هو في تونس كانوا اعلنوا غضبهم من اللجنه المنظمه ان هم تجاهلوا المنتخب التونسي في الفيديو الترويج اللي اتعمل او اتعرض اثناء القرعه، ان هم قالوا ان انت ما جبتش تتويج تونس الوحيد اللي هو كانت 2004 على ارضهم لما كسبوا المغرب 2-1، وان هم ان الفيديو عرض جون دخل في تونس ومش عارف جاب يعني جاب برضه جون تاني في تونس يعني، مش عارف كان جنوب افريقيا اتغلب من جنوب افريقيا مش عارف، وزامبيا جابت فيهم جون مع ان مثلا كانت تونس كسبت الماتش ده، فجابوا الجون اللي جاب في تونس وما جابش الجولين بتاع تونس او ما جابش التتويج. والله يعني هو عايز اقول لك ان هو ايه عشم المحبين يعني. طبعا انا لو من اللجنه المنظمه طبعا كنت خدت رفعت الكاس بتاعت تونس، خصوصا ان هي وحيده. لكن في الاول وفي الاخر اكيد مش مقصود يعني احنا هنقلل من تونس ليه، بالعكس يعني انا بشوف ان البطوله دي طالما تقام على ارض عربيه فهي فرصه للدول العربيه كلها انها تلاقي اعتقد مؤازره. الجمهور يشجع المغرب، الجمهور يشجع الجزائر، الجمهور يشجع تونس، غير ان الجمهور يشجع مصر، يشجع موريتانيا. زياده على اللزوم يعني، هي خدوها بحسيه ان احنا اكيد يعني لو ما هم لو ما حدش خد باله اصلا، ما حدش ياخد باله
بالنسبه له. بس هم ايه، هم تتويج حتى طبعا عشم المحبين، وكنت اتمنى ان انا لو موجود في لجنه المنظمه هحط طبعا الاسطوره تركازي. طبعا يمكن تونس كانت احتجت بشكل رسمي، الجديد بقى ان الجزائر احتجت يعني، بس ما احتجوش بشكل رسمي، بدات الصحافه تتكلم. يمكن كان في النهارده الصحف الجزائريه اتكلمت على، او امبارح من امبارح يعني، بيتكلموا ان احنا كمان تجاهلونا، وقالوا جابوا الفيديو، قال لك ان هو الفيديو عرض بطوله 88 اللي قمت في المغرب، وراح نطت كده على بطوله 92 اللي كانت السنغال، وتجاهل 90 اللي هي المره الوحيده اللي فازت بها الجزائر بالبطوله، ورابح ماجر ورفاقه حملوا الكاس. برضو انا معاهم برضو، بس في الاخر، في الاول والاخر ده مش اكيد مش مقصود يعني، طبعاً. ولن يقلل. يمكن كنت لسه بتكلم مع حضرتك ان هو لما يجي يستعرض مثلا دوري الابطال افريقيا ويتجاهل الاهلي، اكيد مش قصده، او يجيب جون في الاهلي، ده ما قللش من النادي الاهلي كاكبر نادي في افريقيا او الاكثر، فده عشم عشم المحبين. لكن في الاول وفي الاخر اللي بيكلموا عن اللي جاي، طبعا بعيد عن الاحتجاجات دي، اللي بيكلموا عن اللي جاي ان الكلام دلوقتي اكتر ان الترشيحات جايه لصالح المغرب. كان حتى الصحافه المغربيه خد التصريح النهارده من كريستيانو رونالدو، ان هو قال انا برشح المغرب للفوز بالبطوله اللي كان في القاهره او في مصر. مهتمين بده اكتر يعني، بيشوفوا فرقتهم هتعمل ايه، مين هيروح فين، يعني الامور العاديه يعني. لكن الاحتجاج ده طبعا عندهم بعض الحق فيه، لكن في الاول وفي الاخر اكيد مش مقصود يعني. كل التقدير والاحترام لكل دول شمال افريقيا، تونس والمغرب والجزائر وكله، وانتوا طبعا في بلدكم الثاني موريتانيا طبعا. سريعا واحنا قبل ما نختم، توقعاتك لمباراه الشامبيونز ليج النهارده، عندك اياكس ويوفنتوس، مانشستر يونايتد وبرشلونه. لا للريمونتادا. مفيش. لا، لان هما الاثنين دول كانوا عاملوا ريمونتادا في الدور الدور 16، ده ربع النهائي. الدور اللي قبل كده كان عملوا ريمونتادا، يمكن كان مانشستر يونايتد اتغلب على ارضه 2-0 من باريس سان جيرمان، وراح كسب في فرنسا 3-1 وتاهل في مباراه ما حدش كان يتوقع. يعني يوفنتوس هتصعد. يوفنتوس على حساب اكس اللي عملوا ريمونتادا على حساب ريال مدريد، مع ان مانشستر رجع برضو في المباراه اللي فاتت مع مانشستر رجع واياكس رجع. بس النهارده لا، اعتقد صعبه جدا، خبرات ليفونتوس اتقل وخبرات برشلونه اكبر طبعا. ليفربول وبورتو بكره، وكمان توتنهام ومانشستر سيتي توقع. ليفربول طبعا اتوقع واتمنى يعني، اتمنى طبعا اتوقع اكيد. لا ليفربول يعني ما نخافش عليه بصراحه، فريق جامد. فريق توتنهام بقى وسيتي، اي حاجه تحصل من الجماعه الانجليزي، اي حاجه، اي وارد فريق يكسب 4-0. ما تقدرش تقول السيتي عشان على ارضه، لا، اي حاجه تحصل عند الجماعه الانجليزي بصراحه. الدوري الانجليزي بمثابه كاس عالم كل سنه بصراحه يعني، بصراحه فرق دوري او بطوله رائعه جدا يعني. استاذ محسن لبلوم، انا بشكرك شكرا جزيلا، واستمتعت جدا بوجود حضرتك معنا النهارده. شكرا جزيلا، تحت امرك. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.